السلام عليكم ورحمة الله. مشاهدينا الكرام، نرحب بكم في عددنا الإخباري لهذا اليوم، نسعد بتقديمه لكم من قناة رشاد. وتتابعون فيه: لجنة البطالين تندد باعتقال منسقها لولايات الغرب السيد غرمول بالحاج، وقوات الشرطة تقمع بشدة اعتصاما لعمال عقود ما قبل التشغيل يوم أمس أمام مقر البرلمان، إضرابات بقطاع التربية وإنذارات بمقاطعة امتحانات الفصل النهائي. وفي الأخير، تنسيقية مهنية الصحة العمومية تعلن مواصلة إضرابها، وتعتبر سفر رئيس الجمهورية إلى الخارج من أجل العلاج فشلا لسياسته الصحية وعدم ثقته في نوعية الخدمات التي تقدمها مستشفيات الوطن. إلى التفاصيل. أعلنت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين في بيان لها صادر هذا اليوم عن تعرض منسقها الوطني لولايات الغرب السيد غرمول بالحاج للاعتقال من طرف أعوان الشرطة، وهذا على خلفية مشاركته في الوقفة الاحتجاجية يوم 6 مايو الفارط أمام دائرة معسكر للتعبير بطريقة سلمية عن سخطهم من معاناتهم جراء البطالة حسب ما جاء في البيان. وأضاف البيان أن الناشط غرمول بالحاج تم تقديمه اليوم أمام وكيل الجمهورية بعدما حرر له محضر من طرف الشرطة بتهمة التجمهر غير المسلح والإخلال بالأمن العام. وقد أدان البيان بشدة ما وصفه بالمضايقات والانتهاكات التي يتعرض لها البطالون والناشطون بصفة عامة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، السلام عليكم وتحية عطرة إلى كل المشاهدين الكرام، وتحية عطرة إلى كل البطالين الشرفاء. أما بعد، نحن شباب طائرة تيزي ولاية معسكر، خرجنا في وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر دائرة تيزي ولاية معسكر باش نعبروا عن تذمر تاعنا والأوعاد والوعود تاع السلطة تاع الإدارة، ونسقطوا عن الأوضاع المتردية والمزرية التي نعيشها جراء البطالة والتهميش، ومطالبتنا بالعيش الكريم. أثناء هذه تنظيم هذه الوقفة دخلت قوات الأمن بعنف لتفريق المحتجين، وقد تم اعتقالي أنا شخصيا غرمول الحاج بطريقة تعسفية، وقد ضربوني وشتموني واتهموني بعض الاتهامات كاش كاع من هكا، وقد احتجزوني بعض 5 سوايع هكا ولا، ومن بعد اتهموني داروا لي محضر قضائي اسمعوني به بتهمة مخالفة قوانين الدولة، وانا نطلب من السلطات هذه تعطينا حرية التعبير، من وراي تهضر على حرية التعبير، خلينا نعبر وضرك. وأثناء الاعتقال تاعي في مركز الشرطة، دوني عند الطبيب، نورمالمون يدونا في الإجراءات القانونية يديك عند الطبيب، مين دخلنا عند الطبيب في المصحة تاعنا هنايا سونت كلينيك، دخلوني نورمالمون هذا الطبيب كان في إضراب، ومدير القطاع الصحة نعرفوا كاع اليوم بلي داير إضراب. من دخلوني لي نورمال خدم معايا دلي ستاتيكا، انا طلعت من الطبيب قلت له بلي وديهم ضربوني وكاع هما اللي فوالا سيكاتريس فيا وزيك وزيك، قال لي اخويا قال لي ما على باليش بك، قال لي انا قالوا لي شغل ما فيك والو ما فيك والو، قلت له اودي راك قاسم وراك حالف شغل في المنصب تاعك باش تدخل الطبيب، حلفت وكاع نورمال كويسي هكاك هما شغل لبى على الامن بني داك العمل وخدمي ستاتيكا بلي ماني مضروب ما والو. احنا في دائرة تيزيت، دائرة هذه معروفة وطنيا بلي فيها مؤسسة عمومية ومؤسسة خاصة، هذه المؤسسات هذه تقريبا المناصب الشغل اللي فيها وراثية، ماهيش اي حكر على المسائل تاعها، يدخلوا غير في ولادهم وفي زيت وكاع، وما تروح دوموندي انت يقول لك ما عندكش حق، يقول لك راه تخدم عند الفلاحه ومشي مش عارف فيك، ومن المسؤولين هذو احنا عندنا مسؤول تاع اداره خطره مشينا احنا 33 واحد جان بطريقه قانونيه وكاع، دخلنا عنده قلنا ديروا ممثلين، درنا ممثلين من بعد عيط لهم قال لهم بلي كاين نديروا جمعيه تاع شغل الجمعيه تاع رياضيه تاع الفيلو، ما كاينش الفيلوات في تيزي تاع الكورس هذيك. كيف انا جاي نقول لك بناكل كسره، خاصني بناكل كسره هذيك، وانت تقول لي دير جمعيه تاع كورس، ونطلب من المسؤولين ان شاء الله يكون الرغبه تاعنا في توفير مناصب شغل برك، هذا ما كان هذا ما نطلبه، وندعو الشباب البطال هنا يتكاتف معنا ان شاء الله، وما ناش طلاب تاع
مصالح ولا حاجه، رانا نحوسوا نخدموا وهذا مكان. وبارك الله فيكم ونشكركم. تعرض التجمع الذي حاول تنظيمه أمس عمال عقود ما قبل التشغيل أمام مقر البرلمان، تعرض إلى قمع قوات الشرطة التي حالت دون التجمع أكثر من 400 متظاهر جاءوا من ولايات شتى للمشاركة في هذا الاعتصام. وقد أسفر هذا القمع عن توقيف العشرات وإصابة أمينة عامة في نقابة سناب أب التي نقلت إلى المستشفى بعد أن أغمي عليها جراء التدافع والمواجهات. ومن بين الشعارات التي رفعها المتظاهرون عبارات كالشباب يريد إسقاط العقود والنضال النضال حتى يعمل البطال. وفي تصريح له لأحد المصادر الصحفية، أدان السيد دريس مكيداش المكلف بالإعلام في لجنة عقول ما قبل التشغيل، أدان تلك الضغوطات والتهديدات التي تعرض لها النقابيون بغية ثنيهم عن تنظيم الاعتصام أمام البرلمان. وقد وصلت هذه الممارسات إلى حد تجميد رواتب عدد من النقابيين التي لا تتجاوز أصلا سقف 15,000 دينار على حد تعبيره. وقد أضاف المتحدث أن 800,000 عامل وموظف في إطار عقود ما قبل التشغيل على المستوى الوطني لن يتنازلوا عن مطالبهم مهما كلفهم الأمر. تعتزم التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، تعتزم مقاطعة الأشغال الإدارية من بينها عدم تسليم النتائج وعدم ملء الكشوف والدفاتر الخاصة باختبارات الثلاثي الثالث، إضافة إلى مقاطعة امتحانات شهادة نهاية المرحلة الابتدائية وشهادة التعليم المتوسط، مقاطعتها تصحيحا وحراسة. كما أصرت النقابة على أنه لن يتم توقيف الاحتجاج حتى تلبى كل المطالب غير القابلة للمساومة على حد تعبيرها. وفي ذات السياق، كشفت عدة نقابات بجنوب الوطن اجتمعت أمس بولاية الأغواط كشفت عن دخولها في إضراب مفتوح انطلق يوم أمس، ويتعلق الأمر بمقاطعة امتحانات البكالوريا والتعليم المتوسط لمواد التربية الفنية والبدنية، إلى جانب مقاطعة اختبارات الفصل الثالث لمختلف الأطوال التعليمية، بالإضافة إلى عدد من امتحانات الجامعة. إلى جانب هذا، تعتزم النقابات تنظيم وقفة احتجاجية لم يحدد وقتها ومكانها بعد. خلال ندوة صحفية نشطتها يوم أمس، أعلنت تنسيقية مهنية الصحة العمومية تجديد الإضراب الذي تخوضه أسلاك القطاع. وقد أعلن السيد خالد كداد الناطق باسم التنسيقية خلال الندوة الصحفية، أعلن أن مدة 8 أشهر كانت كافية لاتخاذ الإجراءات الضرورية للتكفل بمطالب النقابات. وعوض الحوار مع هذه الأخيرة، لجأت وزارة زياري كعادتها إلى تطبيق الخصم من الأجور في حالة أي إضراب عن العمل، وهو ما يبرهن على أن الصحة ليست أولوية عند الدولة حسب المتحدث، الذي أضاف قائلا أن سفر رئيس الجمهورية إلى الخارج من أجل العلاج يدل على فشل السياسة الصحية وعدم ثقته في نوعية الخدمات التي تقدمها مستشفيات الوطن. وفي الأخير مشاهدينا الكرام، نترككم مع بعض الصور الكاريكاتورية التي جاءت في صحافة اليوم. وقبل أن نفترق، نلفت عناية مشاهدينا الكرام أنه يمكن لهم التواصل معنا عبر العناوين التالية: الإيميل info@rashad.tv، بالإضافة إلى صفحة النشر على الفيسبوك، وهي العناوين التي نستقبل من خلالها مشاركاتكم واقتراحاتكم وكذا دعمكم الحيوي الذي يساهم في استمرار تلفزيون رشاد. كما يمكنكم إرسال مختلف الصور والفيديوهات عن الأحداث من حولكم كي نوثق معا بالصوت والصورة ما يسعى النظام لحجبه بالقمع والتعتيم، ولنجعل معا من المواطن مراسلا من أجل الحقيقة. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا لهذا اليوم. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.